Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rabi'atul Aidawiyah binti Muhammad Rusmaidi. Ana talibatun fi sana as-saniyah takhassasu fi bakalawriyus at-tarbiyah al-islamiyah. Fi hadha al-yawm ana uhibbu an atahaddath an al-ashya' al-qiyamu biha khilal istirahah tatwid dirasi. Tayyib. يا أيها الأصدقاء، الأول ابحث عن وظيفة بدوام جزئي. من خلال وظيفة بدوام جزئي يمكن أن يضيف الخبرة وأن يضيف فرص للدراسة وأن يملأ وقت الإجازات بعصور عند الأموال. إذا كان لديك المزيد من المال يمكنك الإنفاق للعائلة. وثانيا تحسين مهاراتك الخاصة. تعلم تحسين المهارات الذاتية واللينة فضلا عن مهارات أخرى مثل مهارة اللغة الأجنبية والطهي والعبادة والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهذه المهارات مهمة جدا ينبغي تحسينها وخاصة في وقت فراغنا. يمكننا أن نحسن أنفسنا لكي نكون أفضل بمجرد أن تساعدنا. أيضا عندما نريد أن نجد وظيفة في المستقبل. وثالثا قراءة الكتاب. قضاء بعض الوقت في قراءة 2-3 صفحات في اليوم لا يهمون ما هو الكتاب، هو بالتأكيد كتاب يوسع ويشحذ عقولنا وتحسيس المال لشراء الكتب. إذا لم هناك المال يمكن الاقتراض من صديق أو مكتبة. بعد ذلك القيام بالأعمال التجارية. تقوم غالبية طلاب الجامعات بالكثير من الأنشطة التجارية لأنها فرصات جيدة لكسب المال أثناء موسم العطلات. ولكن في بعض الأحيان يكون الوقت محدودا للغاية، لذا حاول أن تجعل أعمال تجارية صغيرة والباقة متسقة. إنشاء الأعمال التجارية ذات الاهتمام، لا تتبع فقط الأصدقاء والاتجاهات. وخامسا يساعد الأباء والأشقاء، ليس فقط مكافأة ولكن يمكن أن تساعدنا على أن نكون أكثر اجتهادا ومسؤولية في إدارة وظيفة. وأخيرا الانضمام إلى نادي الرابطة أو تنظيمه. الانضمام إلى نادي الرابطة منظمة في جامعتكم ومتابعة جميع الأنشطة والبرامج التي يقوم بها النادي يمكن أن تزيد من خبرتنا وتعلمنا عن القيادة وروح جماعة والعمل معا ومساعدة بعضها البعض. ويمكن أن تحسن المهارات الذاتية، لذا إليك بعض الأشياء التي اقترحت عليك أن تفعلها خلال الاستراحة الفصل الدراسي. هذا فقط مني، أمل أن تكون مفيدة.